العودة معكم أعزائي المشاهدين في برنامج القوة، في برنامج الإثارة، برنامجكم جي أف سي جلاديترز فايتنج شامبيونشيب. اسمي صالح الشريف، وأحب أبشركم بشارة أنه إحنا قريبين من الموسم الثالث من جي أف سي 3، وبدأنا فتح باب التسجيل للمشاركة من قبل اللاعبين المحترفين سواء في الكويت أو خارج الكويت. اللي يحب يستفسر عن الشروط يدخل على موقعنا gfc-mma.com ويرسل لنا السي في. الحلقة الماضية عرضنا لكم نزال وزن تحت 65 اللي فاز اللاعب فيه عبد اللطيف العدواني من الجولة الأولى. اليوم راح نعرض لكم نزال وزن تحت 70 بين اللاعب محمد قمراوي واللاعب عبد القادر الجركي. قبل لا نبدأ في باقي فقراتنا اليوم، احنا جتنا اتصالات كثير لما كان موجود معنا مدرب المشاهير الكابتن عبد العزيز الصايغ. جتنا اتصالات كثير عشان نستضيفه، لانه الجمهور عنده كثير اسئله يحب يوجهها له. واحنا اليوم راح يكون ان شاء الله معنا مدرب المشاهير خبير التغذيه الكابتن عبد العزيز الصاير. الكابتن عبد العزيز الصايغ الملقب مدرب المشاهير والخبير التغذيه، ارحب فيك معنا. يعطيك العافيه سعود. الله يعافيك عزيز. عزيز، اول سؤال احب اوجهه لك، وهذا يعد سؤال مهم جدا حق لاعب الفايت او عموما حق اي انسان رياضي. طبعا معروف ان اللاعب الفايت لما يجهز حق بطوله قبلها يسوي عمليه تخسيس الوزن، ويصحب هالعمليه تخسيس وزن هو خساره الطاقه. يا ريت تقول لي الفرق بين عمليه تخسيس الوزن وعمليه خساره الطاقه. والله في فرق كبير سعود، يعني اغلب الفايترز هالايام ينضغطون بالوقت نبدي فيها، انه يحطوا لهم شورت تايم ينزلون فيه وزنهم، انه تو ميك ا سيرن ويت كاتيجوري. ويت كاتيجوري اللي هو الوزن المعين انه يدش فيه الفايت. الحين بما اني انا بالكويت، رجعت الكويت ثاني سنه، هم بعد بطلت مطعم، والناس والفايترز قبل البطوله والله صار ضغط انه ما شاء الله، ووايد منهم جايين يبون نصيحه، حابين ينزلون وزنهم لوزن معين. اغلب الناس لو كارب، زين، واللو كارب هذا الشيء صح راح ينزل وزنك بس فتره بسيطه، يعني مثلا اول شهر او اول اسبوعين. لا عزيز، انا ريت توضح لنا ان يعني عمليه خساره وزن تستحبها خساره طاقه. مثلا لو سويت دايت انا مره واحده راح اخسر طاقه. صحيح. اي يعني هذه الطريقه شلون يعني اتجنبها انا؟ تتجنبها بحيث انك تنزل وزنك تحافظ على طاقتك. انا اقول انك توازن باكلك، توازن اكلك بالمايكرو نيوتريشنز، الفات والبروتين والكاربس. لا تحاول انك تنزل الكاربس بشكل اللي هو رقم زيرو اللي حابين فيه الشباب والفايترز هالايام، يقول لك زيرو كاربس. بالفعل عزيز هذا الان فيه الحين احنا بالشباب الرياضه عندهم سوء، او يقول لهم ما عندهم يعني كيفيه التغذيه، يعني يقول لك زيرو شوغر زيرو فات. فياريت النقطة هاي جدا مهمة توضح لهم اياها. ليش هبة طالعين فيها يا سعود؟ نازلين فيها الشباب اللي هو اللي نعرفه فيه الأول شيء بالعالم كله مو بس بالكويت، الأتكن دايت. طاحوا فيه لو كارب دايت، ينزل وزنك بشكل رهيب. صح، بس يو غانا هيت بلاتو، راح تخسر طاقتك. صحيح. الفايترز بينزل وزنه يحافظ على طاقته. صح؟ صح. فلازم يوازن بالأكل. لما تاكل كومبلكس كاربوهايدريتس، الكومبلكس كاربوهيدرات الاكزامبل، الكومبلكس كاربوهيدرات عندك البطاطا الحلوه، البطاطا البيضاء، الشوفان، عندك العيش الابيض. فهذول نحسبهم الكاربس الكومبلكس. لما توازنهم على وزنك، لما تقول نحسبهم على وزنك، معناته 3 grams of carbs تبدي فيه ب 3 grams of carbs per pound of body weight. وتقول لكل باوند واحد 3 جرام كارب. هذه بدايه، هذا الكميه الصحيحه حق جسمك. لا، هذا بدايتك، تبدي أيه. بالكاربس بهالكميه هذه المعينه اول شيء، عشان الجسم يشوف في فرق. لما تقوم تنزل الكاربس بحيث بشكل معقول تدريجي، ما راح صعب انك تهت بلاتو. البلاتو اللي هي نفس ما تقول طوفه وراح تطقها، طوفه راح تطقها. ايش معناته؟ راح ينزل وزنك، راح تخسر 5 كيلو 10 كيلو، بعدين فجاه ما يقوم ينزل وزنك. طيب عزيز، احنا الحين الامور اللي بتحكي عنها يمكن تكون مش معلومات عامه موجوده لدى اغلب الناس، فبالتالي هل انت تنصح انها تكون دائما تحت اشراف يعني خبير تغذيه للفايترز او لاي حدا بده ينزل؟ ضروري ضروري جايدنس ضروري. يعني انا مثلا خبرتي صح، I got certified. نعم. وصح دشيت بالمجال، بس اول واخرا انا عندي الترايلز اند ايرورز اهم. معناته
راح تشوف لما تسوي لك دايت او لما كنت ادرب ناس او اعطيهم نظام تغذيه اتابعهم اشوف شو اللي اشتغل معاهم وشو اللي ما اشتغل معاهم، ليش؟ ان الصح والغلط خلال العمليه ضروري. صح، عرف شلون؟ بالفعل عزيز هذا الشيء الناس لازم تعرفه، ان النظام الغذائي ما يركب على كل شخص، كل شخص ولا نظام غذائي معين، هذا اللي تقصده. صح، ليش؟ ان اتس ذا واي اوف لايف، مثل طريقه حياتك يا سعود غير عن طريقه حياه صالح. صحيح، الستريس ليفل عند صالح غير عن الستريس ليفل عندك، والستريس ليفل when you get stressed، لما يضيق خلقك بشكل عام راح تفرز هرمون اسمه كورتيزول. هرمون الكورتيزول راح يساعد على يسحب اللي هو الفات. You'll gain fat, you'll gain fat overall. يعني الواحد اللي فهم منك عزيز، واحد لما يصير تنشن او ستريس او يعني يعصب او يزعل، ان هذا راح يزيد وزنه. بالضبط، يخلي جسمه يخزن دهون. بالضبط، يعني يمكن طبيعة انسان تختلف عن انسان ثاني، وضغط بشكل عام من دوام او من مشاكل الاهل، مثلا عنده مشاكل مع الاهل، فهذا بشكل عام ياثر بتخسيس الوزن. في كمان الـ يعني يمكن الحين كثير ناس بتعاني من موضوع طبعا انه ما في وقت، الشغل بيحتاج حيز من وقتك في اليوم، ومثلا العائله، فانت في تمارين كارديو كثير ممكن تفيد الناس، ايش انت ممكن تنصح في هذا المجال؟ صالح، انا انصح مثلا اذا واحد بدي بالكارديو يبديها اول ما يقوم من النوم على معده فاضيه، يساعد على حرق الدهون بشكل اسرع. عزيز في هل فترة معينة في واحد يقول لك أنا أمشي نص ساعة، واحد يقول لك أنا أركض ربع ساعة، واحد يقول لك لا أنا هرول ساعة إلا ربع، شنو أفضل طريق أنت تنصحه؟ والله شوف سعود، في أكثر من طرق واحدة، إنزين، بس أنا بشكل عام I'm a big fan of HIIT training, high intensity interval training, اللي هو شلون الطريقة راح تنزل مثلا تقدر تسويها بأي طريقة، حتى ما عندك جهاز كارديو بالبيت اللي هو المشي او القاري، تقدر تسويها حتى مثلا برا عندك بالحوش. شلون راح تبدي؟ راح تبدي مثلا، راح اعطيكم جود اكزامبل. تمام، لازم يكون عندك ساعه توقيت، حلو، تقدر تسويها خلال 20 دقيقه. شوف 20 دقيقه ما راح تاخذ 20 دقيقه من حياتك، يعني 20 دقيقه هذه من يومك. واحد بيش صبح ما راح تاخذ منه وقت، وبالظل يحافظ على صحته وصحته الرياضيه تعطيه. بالضبط، راح اتكلم عن الهيت تريننج، وبعدين راح اتكلم عن تمرين خلال خمس دقائق من 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 الكارديو، كأنك ماشي كأنك راكض 300 ميل. بس خلينا نتكلم عن 20 دقيقة من الهيت تريننج. أول شيء الهيت تريننج راح تقدر تبدي فيها شلون؟ مثلا راح تمشي مشي عام، الهارت ريت راح يكون بشكل عام عادي لمدة 3 دقائق، بعدين دقيقتين راح تصير يو جوج، تزيد السرعة شوية، هرول، مو تهرول، جوج معناته تمشي مشي سريع، خلينا نقول الهارت ريت راح يرتفع شوي اسرع، بعدين بشكل عام راح تركض اسرع ما يمكن، بعدها بدقيقتين او شيء 3 دقائق مشي، او 3 دقائق مشي عام، بعدها دقيقتين مشي سريع، دقيقتين مشي سريع فاست ووك، بعدين دقيقه واحده راح تركض بشكل عام كنا واحد لاحقك وسكينه، الهارت ريت راح يضرب فوق بالعالي، بعدين راح تنزل مره ثانيه دقيقتين تمشي مشي بسيط، بعدين دقيقتين مشي سريع، بعدين تركض مره ثانيه بسرعه عام دقيقه واحده. بهالطريقه هذه يور بادي از ان شوك، راح تسويه راح يكون ان كونفيوز ستيت، يعني ما تعوده على روتين معين من الاداء او من الحركه او من الاكسرسايز نفسه. العكس، العكس كلامك يا صالح. نعم، ما راح تعوده على، ما راح تعوده. اي بالضبط، راح يكون بشوك، دقيقتين مشي عادي الهارت ريت نزل، دقيقتين مشي سريع، دقيقه ركض سريع الهارت ريت راح يرتفع، بعدين راح تنزل الهارت ريت مره ثانيه. ورا ال 20 دقيقه ان شاء الله خلال 5 ساعات 6 ساعات من ورا الكارديو الهيت تريننج راح تقوم تحرق زياده سعرات حراريه، مو نفس الكارديو اللي مثلا اللي بالقاري، تلعب القاري 45 دقيقه وتخلص منه وخلاص الهارت ريت نزل والميتابوليزم رجع على الشكل الطبيعي. الهيت تريننج از ون اوف ذا بيست تريننج اور ايروبكس يو كان دو فور فات. هذا من جانب الكارديو طبعا، بس لا يمنع انه لازم يكون في برنامج غذائي. الحين في كمان معضله لدى كثير من الناس، انه بحكي لك انا بعمل رجيم لفتره طويله وما بينزل وزني، يكون ملتزم بالاكل، هو يكون ملتزم بالاكل وبالتمرين بس يضل